احنا بنعمل سكرين للناس، يعني اللي جاي لي بيلبس نظاره بعمل له بصمه عين على طول، اللي عنده تاريخ مرضي في العيله بعمل له بصمه عين. الدكتور لو ما عملش فحص للقرنيه مظبوط ممكن يحول الانسان ده من انسان عادي نظره ضعيف لانسان عنده قرنيه مخروطيه. في ناس النظاره ما تسمعش، الحول بيروح لوحده حتى لو كان وراثي او حتى لو كان مكتسب، مفيش حاجه اسمها كده. يبقى عدواني؟ مش عدواني بس عصبي جدا، حضرتك بيشوف الحاجات غير اللي احنا شايفينها. الاستاذ الدكتور محمد لاشين، استاذ طب وجراحه العيون بكليه الطب جامعه الازهر، دكتوراه طب وجراحه العيون، زميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، استشاري الشركيه والجسم الزجاجي والليزر، استشاري تصحيح الابصار والليزك. الحوار مثير ومهم للغايه وفيه كثير من النقاط المثيره، لان واحد من اهم الحوارات مع ضيفي العزيز. قيمه علميه كبيره واسم كبير وما شاء الله اسم اكاديمي وحضور رائع وصاحب فكر متميز للغايه، واعتقد انه ناقل مهم جدا لاحدث تكنولوجيا عصر في عالم طب الاسنان هو ضيفي العزيز الاستاذ دكتور محمد لاشين. اهلا بك يا دكتور محمد. اهلا بك يا دكتور. وحشني جدا. اهلا بحضرتك. انت اكتر مني. الناس اللي عندها مشاكل في الابصار اصبحوا منتشرين قبل ما ندخل في الحوار، تمام، وبقوا كتير، وده بيخلي المشكلات بتاعتهم تبقى كبيره جدا، صح؟ صح جدا جدا جدا. احنا من اهم نعم الحواس الحساسه جدا في الجسم الانسان هي النظر، والعينين ربنا خليهم عشان يشوفوا، في اي خلل في المنظومه دي بتعمل خلل في حاسه من الحواس المهمه جدا في الجسم. النهارده مواضيع كتيره، خلينا نبدا بسرعه في الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ السؤال الاول سؤال مهم جدا عن الميه البيضاء. يعتقد الكثيرون ان الميه البيضاء امر وراثي، مرض وراثي، ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ والله ممكن نقول رمادي شويه، لان الميه البيضاء بتظهر عند اطفال، صحيح بتبقى حاله وراثيه، ساعات بتظهر في الشباب بدون اسباب، ساعات بتظهر نتيجه اصابه في العين، نتيجه عمليات اتعملت في العين، ساعات بتيجي بدون سبب خالص. تعرض لاشعه فوق بنفسجيه بدرجات عاليه، لبس نظارات شمسيه رخيصه بيعمل الحكايه دي، مهم قوي الحكايه دي نقولها للناس النهارده. النظارات الشمسيه الرخيصه اللي بتتباع ما لهاش اي ماركه ما فيهاش اي فلتر، بتدخل اشعه فوق بنفسجيه بدرجه عاليه جدا جوه العين، بتكسر خلايا بتاعه العدسه بتاع الميه البيضاء. البعض بيعتقد ان الميه البيضاء لازم تحصل فوق سن ال 40. الميه البيضاء مش مرتبطه باي سن. في يعني ناس بيبقى عندها 80 90 سنه وما جالوش، ما جالوش ميه بيضاء، في شاب يعني 20 سنه اللي عنده ميه بيضاء. الميه البيضاء اكبر سبب للعمى في العالم. السبب رقم واحد للعمى في العالم، ويسموه عمى مؤقت، لان الميه البيضاء بتيجي بتسبب عمى ولما بتتشال بيرجع النظر تاني 6 6. الميه البيضاء ملهاش ممكن تحصل فجأة. صح؟ الميه البيضاء عمرها ما بتحصل فجأة الا اذا كان نتيجة اصابة جديدة، ولكن هو الفكرة ان الميه البيضاء بتيجي في عين قبل عين، فبيبقى في عين ما فيهاش ميه بيضاء وعين فيها ميه بيضاء، فالانسان مش بيلاحظ الا اذا اتخبط في عينه او بدأ يدعك في العين التانية، فيلاحظ ان دي مش شايف بيها قوي، فيفتكر ان هو جاله ميه بيضاء فجأة، انما هي بتيجي بالتدريج. يعني اوصل للصورة دي لما اوصل للرؤية دي؟ الرؤية دي كده يبقى ده كده بقاله شهور او بقاله سنين في الميه البيضاء، يعني من شهور لسنين. مفيش حاجة اسمها يوم وليلة، مش نايم بالليل ما عندوش ميه بيضاء، صح الصبح عنده ميه بيضاء، الا اذا كان اتصاب اصابة جديدة في العين. الفيمتو له استخدامات محدودة في علاج الميه البيضاء، اسود ولا ابيض ولا رمادي؟ ابيض. عشان الفيمتو احنا مش عايزين ناخده انه موضة في الميه البيضاء، لكن الفيمتو في الميه البيضاء حل مشاكل
لناس ما كانش بينفع لهم المايه البيضاء بطريقه الفيكو العاديه او الموجات الصوتيه. فكان في صعوبه جدا نعمل موجات صوتيه لوحدها، كنا بنضطر نعمل له جراحه، والجراحه كانت ساعتها بتاذيه. الفيمتو حللوا المشكله دي، ولكن الفيمتو مش موضه لكل حالات المايه البيضاء. لا مش موضه، مش موضه. حضرتك احنا عايزين نقول ان الموجات الصوتيه هي الاساس في علاج المايه البيضاء، ولكن الفيمتو كاتراكت بيلغي دور المشرط الجراحي او بيلغي دور الخطوه اللي بنبتدي بيها العمليه، خطوه البدايه في العمليه، ولكن برضه المايه البيضاء في الاخر هتتشفط وهتتشال بطريقه الموجات فوق الصوتيه. فأساس المايه البيضاء هو الموجات الصوتية، ولكن الفيمتو زي ما حضرتك شايف كده ده المشرط الجراحي الدقيق اللي احنا بنستخدمه في المايه البيضاء العادية، ولكن في الفيمتو ما بنستخدموش، بنستخدم شعاع الليزر زي ما حضرتك شايف كده، ده شعاع الليزر اللي بنستخدمه، ولكن في الآخر العدسة هتتشفط، هتتشفط بالموجات فوق الصوتية. طب السؤال اللي جاي ده أنا محتاج أفهمه منك بالراحة شوية. زراعة العدسات بعد إزالة المايه البيضاء أو بعد عملية المايه البيضاء شيء أساسي، الكلام ده أبيض ولا أسود ولا رمادي؟ ابيض ناس على البياض. ناس على البياض ليه بقى؟ لان احنا العين بتشوف قوه الابصار في العين عن طريق حاجتين، عن طريق القرنيه وعن طريق عدسه العين. كل الناس عندها في عينها عدسه داخليه، كلنا عندنا عدسه، العدسه دي شفافه 100%. اي عتامه تحصل جوه العدسه دي ده اسمها ميه بيضاء. العدسه دي ماده بروتين، بروتين يعني شفاف. البروتين ده لما بيحصل فيه تعرض لاشعاعات عاليه او يتعرض لصدمات او لعمليات يتحول البروتين ده من شفاف لمعتم. فطالما العدسه بقت معتمه في اجزاء دي ميه بيضاء. يبقى انا عشان اعمل عمليه لازم اشفط الميه البيضاء دي او اشفط عدسه العين الداخليه اللي موجوده عند كل الناس، كده العين ما بقاش فيها عدسه. لازم احط له عدسه عشان ترجع العين بالتركيب الرباني اللي كانت عليه. زراعه العدسه، السؤال كده مهم جدا وعلى مهلك قوي وبراحتك خالص. في القصر النظر الشديد ودول ناس كتير. تمام. زراعه العدسات يقال انها ممكن تعمل او تتسبب في انفصال في الشبكه، الكلام ده ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ الكلام ده اسود. مش صح. ليه؟ لا مش صح. هقول لحضرتك ليه. احنا عندنا دلوقتي لازم نفهم فرق كبير قوي ما بين ان انا في تخصص في عالم الرمد، ولكن في جزء في الطب لازم اكون انا ملم بالموضوع. ما ينفعش يجي لي عيان عنده ميه بيضاء فابقى انا باصص على حته الميه البيضاء بس. لازم اكون بفهم في الشبكيه كويس جدا عشان اقدر احمي العيان ده من اي مشاكل تحصل له اثناء العمليه او بعد العمليه. ما ينفعش يبقى انا بتاع ميه بيضاء بس والعيان ده عنده ميه زرقاء مثلا وانا بعمل له عمليه الميه البيضاء واعرضه لخطر في الميه الزرقاء اللي عنده. ما ينفعش ابقى بتاع ميه بيضاء والعيان ده عنده مشكله في القرنيه زي القرنيه المخروطيه واقول له انا هعمل له ميه بيضاء وبتاع القرنيه دي يروح لبتاع القرنيه. لا، انا لازم احميه من القرنيه انها يحصل لها مشكله قبل واثناء وبعد العمليه. فالناس اللي عندهم كسر نظر شديد عندهم شبكيتهم حساسه جدا، شبكيتهم ضعيفه جدا لان عنده كسر نظر شديد جدا. ما ينفعش ان انا اقول له هعمل لك العمليه بس الشبكيه دي محتاجه دكتور شبكيه. لا، لازم اكون انا فاهم في حته الشبكيه. اذا كانت ضعيفه قبل العمليه يبقى انا اعمل له تثبيت بالليزر، اذا كانت ضعيفه في اثناء العمليه يبقى انا لازم اعمل عمليه بطريقه معينه وليها طريقه معينه للميه البيضاء، بحيث ان انا اخلي ضغط العين طول العمليه من اول ما ابتدي لحد ما انتهي ضغط العين ثابت ومنتظم. ما ينفعش العين يحصل فيها هبوط في الضغط وارتفاع في الضغط طول ما انا شغال في اثناء العمليه، لازم ضغط العين يفضل منتظم طول العمليه. لو حصل الفلكتويشن ده او التغيير في ضغط العين اثناء العمليه ده بيعرض الشبكيه لمشكله. يبقى لازم قبل العمليه اكون مثبتها بالليزر، فاثناء العمليه يكون دقيق جدا وثابت ومنتظم في ضغط العين. نوع العدسه اللي هحطها له لازم تكون عدسه كويسه جدا وتقنيه عاليه، ولازم تكون عدسه اللي هي ثلاثيه الاجزاء او 3 بيسز. لازم تكون عدسه قطرها كبير عشان تكفي قطر عينه الكبير. لازم بعد العمليه اتابع الشبكيه بدقه، لازم استخدم العلاج والقطرات لفترات اطول غير الناس العاديه. لازم ضغط العين بعد العمليه يكون منتظم، لا يكون واطي ولا يكون مرتفع. دي كلها منظومه واحده يا دكتور ايمن. ما ينفعش ان انا اقول له اعمل لك المايه البيضاء، شوف حد بتاع شبكيه بقى. مفيش حاجه اسمها كده. بعد عمليه المايه البيضاء وزراعه العدسه المريض ما بيحتاجش اي نظاره طبيه، ابيض بس ولا رمادي؟ نقدر نقول ان هو ابيض بالنسبه للمسافات، ولكن هو رمادي بالنسبه لنظارات القراءة. ايوه، بمعنى ان العدسات اللي بنزرعها بعد عمليه المايه البيضاء في منها انواع كتيره جدا، ولكن الانواع دي انا ما اقصدش بيها الجوده، انا اقصد بيها الفوكس او العين. العدسه دي تقدر توري له الحاجات البعيده بوضوح 100%. في طلع عدسات فترات طويله، عدسات متعدده البؤره، ودي منتشره جدا على النت والناس بتشوفها وبتيجي تطلبها. العدسه متعدده البؤره محدوده الاستخدام جدا يا دكتور ايمن، مش كل الناس تنفع تتزرع لها. ليه؟ بتقلل من جوده الصوره، فما ينفعش تتحط الواحد غير اذا كان عينه تسمح ان هو يزرع له العدسه دي. بمعنى ان هو ما يحسش بفرق في جوده الصوره. ما ينفعش احط له عدسه ثلاثيه الابعاد او عدسه متعدده البؤر عشان يقدر يشوف مسافات وكمبيوتر وقريب، وهو متعذب في المسافات وفي الكمبيوتر القريب. يبقى لازم الدكتور هو اللي يختار مين ينفع له عدسه متعدده البؤر.
يبقى عندنا النوع الثاني من العدسات هو العدسه احاديه البؤر اللي هي بتشوف المسافات البعيده 6 6 وفي القراءه بيحتاج نظاره قراءه زي كل الناس بعد سن ال 44 او 45 بيحتاج نظاره قراءه. المايه البيضاء تؤدي الى ارتشاحات في مركز الابصار صح؟ المايه البيضاء تؤدي ارتشاحات في مركز الابصار. عمليه المايه البيضاء حضرتك تقصد عمليه المايه البيضاء بعد عمليه المايه البيضاء لو العمليه اتعملت بطريقه سيئه، لو اتعملت جراحه، لو اتعملت بموجات صوتيه وخدت وقت طويل العمليه لان الدكتور قليل الخبره او مش متعود على العمليه كتير، لو اتحط نوع عدسه مش كويس في العين، لو العمليه طولت او بعد العمليه حصل التهابات في العين فترات طويله، ده كله بيؤدي لارتشاحات في مركز الابصار. اجراء عمليه مياه بيضاء لمريض عمل ليزك مخاطره كبيره جدا. سؤال اسود 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 هو مشكله الناس اللي عاملين ليزك قبل كده لما نيجي نعمل لهم ميه بيضاء هو بتبقى مشكله وحيده، وهي ازاي احسب مقاس العدسه اللي احطها جوه عيني. ليها طريقه معينه، ليها جهاز معين يحسب مقاس العدسه عشان يطلع المقاس دقيق، لانه بيبقى قرنيته متغير شكلها بسبب الليزك اللي اتعمل، فلما بنيجي نحسب مقاس العدسه بيطلع الحساب مشكوك في امره شويه. فليها جهاز محدود وليها نظام مظبوط وليها فورمولا معينه بتتحسب ويطلع دقيق 100%. الحول يعود عند البلوغ اذا تم علاجه في الطفوله. ده اسود وكئيب وغلط و100%. بالعكس تماما، الحول اذا تم علاجه في الطفوله مضمون 100% انه ما بيرجعش تاني. الحول كل ما بتتاخر في عمليته كل ما بتبقى خايف ليرجع تاني. انما اساسي الحول كل ما يتعمل وانت صغير كل ما كان النتيجه مضمونه ومفيش حاجه اسمها انه بيرجع تاني ابدا ابدا. بنتنا الجميله عندها درجه حول. احنا عندنا هنا نوع من الحول يا دكتور ايمن بقى مهم قوي، حول اسمه حول عكسي. شوف حضرتك دي عندها حول، لبست النضاره الحول زاد. شوف حضرتك عشان بس الناس اللي بتدعي ان النضارات علاج للحول، لا، هي قبل الصوره اللي قبل دي عندها حول، الصوره دي بالنضاره الحول زاد. بعد العمليه شوف حضرتك دي قبل العمليه اهي من غير النضاره، دي حول اهو. هتلبس النضاره تلاقي الحول زاد وفي نفس العين، لا النضاره حلت الحول ولا النضاره حتى سابته في حاله. النضاره سابت الحول موجود وزاد. هتشوف بعد العمليه حضرتك اهو، لا في نضاره ولا في حول، ده بعد العمليه في خلال اسبوعين بعد العمليه. شكلها مختلف، يمكن اللي يشوفها هيقول دي واحده ثانيه. شكلها مختلف تماما 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 نفسيا ونظر وستة ستة، لا في كسل ولا في حول ولا في اي مشكله عندها. ده اسمه حول عكسي، اللي هو بيمشي في سكه النضاره علاج سحري للحول، يلبس النضاره الحول يزيد. طب السؤال القادم سؤال مهم جدا، ضعف الابصار في احدى العينتين زي ما انتم في الرمد يقولوا ايه العينتين، في احدى العينتين ده من اسباب الحول صح؟ حضرتك انا صح ابيض 100%. انا هقول لحضرتك حاجه بسيطه عشان الناس ما تتوهش في الحول. الحول احنا بنقسمه في الاطفال لنوعين اساسيين كبار، هم دول اللي احنا بنتكلم عنهم غالبا، في انواع ثانيه قليله جدا. نوعين اساسيين، نوع مشكلته العضلات بتاعت العين، ونوع مشكلته النظر في العين. فاذا كان مشكلته في العضلات يعني العضله فيها خلل في الحركه، عضله متشنجه بتدخل العين لجوه وبتطلع العين لبره وبتطلع العين لفوق، ده عضلات. او النوع مشكلته ان النظر ضعيف، سواء كان النظر ضعيف في العينين او النظر ضعيف في عين اكتر من عين، او النظر مختلف في هنا طول وهنا في قصر او استجماتيزم وطول، دي مشكله، دي كلها مشاكل نظر. اذا كان مشكلته نظر يبقى لازم نواجه الموضوع بجراه، لازم نواجه الموضوع مباشر ونخش نعالج النظر اللي هو الفيمتو ليزر ونعالجه. اذا كانت المشكله في العضلات يبقى لازم نعالج العضلات بجراه ووضوح، تمام كده. اذا كانت المشكله عضلات بقى وانا رحت لبسته نظاره يبقى انا كده ماشي في سكه غلط، واذا كانت مشكلته في النظر وانا رحت عملت له عمليه عضلات فالعمليه هتفشل 100%. يبقى حضرتك لازم نبقى عارفين اذا كانت مشكله عضلات ولا مشكله نظر، ولا المشكله الاثنين مع بعض بقى حول مركب، يعني عنده مشكله في عضلات ومشكله في النظر. دي ده موضوع بقى مهم جدا. فاذا كانت النظر ضعيف طبعا من الاسباب القويه جدا وابيض وواضح جدا جدا. واضح انه المشاكل لا تاتي فرادى في عالم العيون، وده يخليني برضو انت لفتت نظري لحته مهمه قوي، انه لازم باللغه بتاعتي انا المعلم في طب العيون يكون مظبط كل اللي حوالين المشكله اللي بيعالجها. بيعالج المايه البيضاء، عينه على القرنيه، عينه على الشبكيه. بيعالج القرنيه برضه عينه على اللينس وعينه على الشبكيه، مش القصه اصلح لك مشكله واخلق لك انا مشكله ثانيه. فهنا خلينا ندخل بقى بقلب جامد للجزء المثير في المتهم والجاني والبريء. جاني، متهم ام بريء؟ السؤال الاولاني سؤال كلاسيكي جدا. من يقوم بتفضيل الدكتور اللي بيفضل او يرشح او يميل بطبيعته الى العمليه الجراحيه في علاج المايه البيضاء؟
ده في الوقت الحالي هنعتبره متهم ولا جاني ولا بريء؟ نعتبره جاني 100%. في العلاج في فرصه دلوقتي ان انت تفكر في عمليه جراحيه العيان عنده ميه بيضاء. مفيش فرصه خالص لكده دلوقتي، خلاص تعرضوا لريسك جامد جدا. كل المخاطره اللي بتعرضوا ليها دي مخاطره ممكن تؤدي في النهايه ان عينه تكون مش موجوده او عينه تكون فتره نقيتها طويله والنظر قليل. يبقى جاني 100%. نستبدل الكلام بالتدخلات زي التدخلات اللي احنا بنسميها دلوقتي الموجات الصوتيه او الموجات الصوتيه الحلزونيه او اللي هو العمليات دقيقه جدا او الفيمتو كاتراكت او الفيمتو او الفيكو او الحاجات المعروفه. من يقوم باستخدام النظاره الطبيه لعلاج الحول الخفي ده بيكون متهم ولا جاني ولا بريء؟ هو حضرتك اذا كان في حول خفي فهو علاجه ان احنا نعالج الحول الخفي مش ان انا اخفيه بالنضاره. يعني اذا كان هو خفي فانا هخفيه بالنضاره اكتر، يا اما هاذيه بالنضاره اكتر، يا اما هحوله الحول العكسي زي ما احنا شفناه من شويه في الصور. الحول الخفي مشكلته ان هو مش باين وعامل اعاقه كتيره جدا في الحياه وفي المذاكره والتركيز. لازم اواجهه واعالجه مظبوط. اذا كانت مشكلته في النظر اعالج النظر، اذا كانت مشكلته في العضلات اعالج العضلات. وزي ما قلنا الليزر لعب دور كبير جدا 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 في الحول دلوقتي ونهى على مشاكل كتير قوي. مش هشوف حضرتك الصوره دي قبل العمليه، دي صوره بعد دلوقتي. شوف حضرتك الصوره قبل وهي من غير النضاره، وبالنضاره هتلاقي فرق رهيب جدا، وبالنضاره هتلاقي الحول ظهر اكتر من غير النضاره. هنا في جزء بسيط كده، ده الشكل ده اللي بيحير الناس. اللي هو منك اللي هو ايه يشوفوها باباها شايفها عندها حول ومامتها تقول له لا، تقول له ما عندهاش حول. والحما تيجي الام اللي تقول له لا يا ابني بقت الشرطه ده هي كويسه جدا وبتاع. هي هنا بقى بالنضاره حضرتك، وبالنضاره والنضاره باين. بس برضه الدرجه دي برضه بيختلف فيها برضو في العين، محيره. محيره تلاقي فيها بصه راس بقى. هنا بقى لما بيبدا التصليح، اول ما يبدا التصليح يقول لك لا ده كانت حوله فعلا، ده كانت حوله فعلا. يراجعوا الصوره القديمه ويبداوا يعملوا لها ديليت كلها. كل الصوره القديمه يشيلوها خلاص. بس السؤال الجاي ده مهم قوي. من يقوم باستخدام الطرق القديمه في تصحيح الابصار؟ وانت تقول لي هي الطرق القديمه حتى الان، هو في حد بيعمل كده صحيح؟ متهم ولا جاني ولا بريء؟ لا ده جاني طبعا، جاني 100%. ايه بقى الطرق القديمه؟ الطرق القديمه اللي هو كان بيستخدم تشريط القرنيه مثلا، اللي هي في الثمانينات والتسعينات اول السبعينات، ويقعد يشلط القرنيه ويقول ان اللي مقاسه 4 يعمل له 3 شرط، اللي مقاسه 8 يعمل له 7 شرط. يعني كلام كان امبيريكال كله او يعني عشوائي وما كانش نتائجه مضمونه، وقع في القرنيه ضعف رهيب جدا وبيؤدي الى ان جوده الصوره بتبوظ بنسبه 60-70%. ده جاني طبعا. من يقوم باجراء جراحه بالميه البيضاء في عمليه سكر، يعني في مريض سكر؟ تمام. عمل العمليه في مريض سكر، ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ شوف حضرتك قول كلمه جراحه، ده جاني 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 جدا. لان حضرتك احنا في السكر كل خوفنا في الجسم كله على الجروح. يعني نخاف من مريض السكر اللي يبقى عنده جرح في جسمه، فما بال حضرتك بقى ان انا ابقى عنده جرح في عينيه وحته حساسه جدا وجرح مع مريض سكر. طبعا التهاب الجرح صعب، ياخد فترات طويله، معرض للالتهابات. ممنوع منعا باتا جراحه في مريض سكر. هروح لمعتقدات مليئه. يعني النهارده الحوار مثير وسريع وفي معلومات، مستمتع جدا بهذا الحوار، بس عايز اشوف بقى كم الوهم وكم الشك وفين اليقين. وهم شك ام يقين؟ يعتقد البعض انه عملية المية البيضاء مع مريض زرع قرنية جراحيا تعتبر جريمة، الكلام ده وهم ولا شك ولا يقين؟ عملية المية البيضاء جراحيا مع مريض زرع قرنية جريمة جريمة جريمة. يقين؟ يقين 100% ان هي جريمة. لان حضرتك اللي عامل زرع قرنية ده اكتر واحد عينه حساسة جدا 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 للجراحة، وعينه مش مستحملة جراحة، وعينه مش محتاجة غرز ولا خياطة خالص. ده محتاج عملية تكون دقيقة جدا من فتحات صغيرة جدا وفي وقت اقل من القصير. يعني لو ذكرنا العملية العادية في الانسان العادية زي وقت قصير، ده وقت تتخطف. يعني عايز العملية تتخطف، عايز واحد تكون ايده خفيفة وسريعة ودقيقة وحساسة وكل حاجه عشان يحميله القرنيه اللي تعب فيها بقاله سنه ونص او سنتين بيتابع ومحافظ وزرع قرنيه وصرف عليها فلوس عليها دم قلبه ومغطي عينه ومتعطل عن شغله وكده، وكمان عنده ميه بيضاء عايز يطلع بعدها شايف كويس جدا. ما ينفعش اصلحه ميه بيضاء واقوم ارجعه تاني لقبل القرنيه وابوظها له، لا يمكن. بعد اجراء العمليه الجراحيه لعلاج الحول يظل الحول موجود ولكن بشكل اقل، وهم ولا شك ولا يقين؟ وهم طبعا، وهم 100%. مفيش حاجه اسمها ان انا عالجت حاجه وتفضل الحاجه موجوده بشكل اقل. يا عالجتها يا ما عالجتهاش. طالما عملت عمليه الحول
الحول انتهى واختفى 100%، لا يبقى له بواقي ولا يظهر بعد كده في اي وقت في السن. ضعف الابصار وكسل العين هو واحد من اهم اسباب الحول في الكبار، ده وهم ولا شك ولا خير؟ ضعف الابصار والكسل من اهم الاسباب في الكبار طبعا، ده يقين يقين. يعني يظهر حول عند واحد وهو كبير مش وهو صغير؟ اه طبعا، ده وارد، وارد جدا جدا. صدق ان المعلومه دي مهمه قوي بقى يقين. يعني مثلا اخو الطفلنا الجميل دوت، ده عنده درجه، شوف حضرتك الولد ده، الولد ده كله مشكلته ان هو لما بيجي يبص لتحت او بيجي يقرا ويكتب عنده مشكله رهيبه جدا. والاهل مش ملاحظين الحول موجود. فبص حضرتك ده اسمه حول راسي. شوف حضرتك لما يجي يبص شمال العين اليمين بتطلع لفوق، وبص الشمال زي الشمال، العين الشمال باصه شمال، العين اليمين باصه لفوق، ده اسمه حول راسي. ده كل ما يجي يبص لتحت العين عندها ساعات تطلع لفوق اكتر، فبيبص لتحت بالشمال واليمين ما تبصش لتحت. شوف حضرتك هنا النضاره عامله ايه في الحول؟ شوف حضرتك قد النضاره مع الحول، بس عشان احنا قعدنا نقول حول عكسي والنضارات حل الحول والنضاره حل مثالي ولا مش مثالي. شوف حضرتك الحول والنضاره، بص بص حضرتك حتى العين الشمال بتحول، بص حضرتك اليمين حوله طول الوقت والشمال كمان بتركن اهي وترجع تاني. شوف عندها اليمين حضرتك فيها كمان حول افقي وراسي، يعني اليمين بتدخل لجوه وتطلع لفوق، يعني بتدخل لجوه وتطلع لفوق، مش بس تدخل لجوه كمان بتطلع لفوق. شوف حضرتك دي عندها حول في العين الشمال، لفه الراس دي الناس تفتكرها دلع في الصور، هي لفه راسها عشان تقدر تجيب الاثنين في نفس الزاويه. حضرتك اللفه دي مش دلع في الصور، دي بعد العمليه حضرتك متصوره عدله، هي واقفه عادي ومبتسمه. شوف واحده ثانيه خالص، تحس انها انسانه ثانيه، يعني اللي يشوف الصور قبل وبعد يقول دول طفل غير الطفل. الحول في الطفوله بيتصلح، ما يحصلش بعديه ضعف في النظر، ما يحصلش بعديه كسل في العين، ما يحصلش بعد كده ان يظهر في الكبر بقى. مفيش حاجه اسمها ان الحول عن سن الثمان سنين بيمشي او سن ال 12 سنه بيتصلح، ويجي الانسان بعد كده عن سن ال 25 يلاقي نفسه حول وعنده كسل في عينه ومش عارف ايه السبب. اهمال من الطفوله. في مرضى القرنيه المخروطيه يمكن اصلاح الاستجماتيزم العنيف ومشاكل القرنيه المخروطيه بزراعه العدسات. ابيض ابيض ويقين وكل حاجه، تقدر تقول كل حاجه، لان العدسات في دلوقتي بقى فيها عدسات تورك، او العدسه اللي فيها التصليح الاستجماتيزم، وفيها عدسه بتصلح الاستجماتيزم لحد 6 درجات. هي تورك دي مش فاهم، بس عايزين بنعملها حلقه تورك، هنبقى نقول لها عليها حلقه. التورك دي يعني بتصلح استجماتيزم على المحور، بس الاستجماتيزم مشكلته ان انا عندي مشكله في الابصار في محور معين. ايوه، مش في كل المجال، في محور معين. فالعدسه بتقدر تظبط المحور ده. ما كانش في زمان عدسات بتظبط كده، وكان زمان الاستجماتيزم درجتين ثلاثه بيتصلح في اثناء العمل. انما اللي عنده زرع قرنيه او عنده قرنيه مخروطيه عنده استجماتيزم يا دكتور ايمن ممكن يوصل ل 11 درجه و10 درجات 9 درجات. العدسات التورك دي تقدر تصلح كده، واحنا نقدر كمان في العمليه بالفيمتو ليزر نصلح بقيه الدرجات. يقدر 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 100%. هنا طبعا اللي احنا شايفينه ده رسومات للقرنيه المخروطيه. اهم حاجه عندي بس في الحته دي، عايز بعد اذن حضرتك ان انا عايز المربع اللي متلون بالاحمر في الجنب اللي فيه ارقام، ده الحته دي مهمه قوي الناس تاخد بالها منها. اي واحد في المربع ده عنده رقم فوق ال 49 ده عنده قرنيه مخروطيه. يعني حضرتك لو الانسان العادي بص على كل الصور دي ما فهمش فيها حاجه ودور على الرقمين دول اللي هم كي 1 وكي 2 لقى فيهم رقم فوق ال 49، ده مريض قرنيه مخروطيه 100%. ما يقربش منه حد بعمليه ليزك، ولا يقول له ليزك عندك عادي ولا ليزك مش خطير، لا له تقنيات معينه بقى زي ما هنتكلم عنها في حلقات ثانيه، ليزك اكسترا او الايبي ليزك، او يعمل ليزك مع تثبيت، او يعمل حلقات. طبعا ده هنا رقم كبير جدا، هتلاقيه في الخمسينات، القرنيه عاليه جدا لونها مبيض من كتر ما هي عاليه في التصوير. اول مره اشوف ده توبوجرافي او رسم القرنيه تبان بيضه بالشكل ده. شوف حضرتك البياض ده معناه ان هي وصلت عدت الكالر سكيل، يعني الالوان هنا اخضر ازرق اصفر احمر، بعد كده الابيض ده ما خدتش لون بقى خلاص، يعني طلعت بره، طلعت بره التلوين. عاليه جدا جدا جدا، تلاقي فوق الخمسينات وفي الستينات. شوف كل قرنيه مثلا هنا خمراء، في حته بيضه صغيره قوي في النص، نقطه هنا الحمار على الجوانب كده. مظبوط. في النص في جزء هنا بص هنا مثلا قد ايه كتير جدا، والبياض كتير جدا اهو، واخد شكل على الناحيتين زي الفراشه كده. ده عالي جدا. شوف الارقام برده في المربع اللي في الجنب هنلاقيها معديه، ارقام عاليه جدا. كل ده معناه ان القرنيه مش منتظمه. في جزء عالي وجزء منخفض، ده اسمه مخروط. عدم انتظام ده يبان في المقاسات بقى، حته فيها قصر، حته فيها طول، حته فيها استجماتيزم، يطلع مقاساته ملخبطه، وكل يوم والتاني يعمل ناس نضاره ومش شايف فيه. منورنا وكالعاده يعني اشكرك شكرا جزيلا على هذه الزياره الرائعه. حقيقه الموضوعات العلميه في منتهى الاهميه، والرمد يظل بريقه رائع مثير جدا ويثير اعجابي، لانه النهارده احنا فتحنا مواضيع مهمه، وعالم الرمد واضح جدا انه في جديد، واضح جدا ان في بعض هنقدر نقول عدم الوضوح بالنسبه لكثير من الناس حتى في المجال، ما بين الجديد والاختلاف في الجديد وبين
التقليدي او الكلاسيك واي اللي كان موجود. لكن يبقى الامل دائما في ان الجديد يثبت نفسه، والعلم الدقيق المبني على الدليل في هذا الجديد هو اللي يتضح لكل الناس عشان يفهموا كويس، وده هيكون في الناس الحلوه. خليكم دايما مع الناس الحلوه. من يقول ان انا عملت سونار وبقى عندي بطانه رحم مهاجره؟ وريني يا عم كيس شوكولاته، وريني كيس شوكولاته وتقول عليه. من يقوم باجراء حقن مجهري مع وجود بطانه رحم مهاجره؟ اللي هيتجاهل وجود الكيس الشوكولاتي ده كمظهر من مظاهر طنط رحم مهاجره ويسيب لطنط رحم مهاجره النشطه ويعمل لها حقن مجهري يبقى اكيد جاني. تعالى نبتدي القصه من اخرها عشان برضو تبقى الكلام قريب شويه من ذهن الساده المشاهدين. في الحلقة الثانية اكتشفنا أن هناك جريمة بالفعل في التشخيص الخاطئ. أنتم علماء النساء والتوليد أيوة. هتعتمدوا أيوة. على أعراض ممكن تكون لـ500 مليون ألف مرة تانية. اللي اخترعوا الكالتشر ده بيشوفوا الميكروب ده بيحب يصيب أي جزء في البني آدم. الأستاذ الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري والعقم بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، استشاري جراحات المناظير وأطفال الأنابيب والحقن المجهري، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، رئيس مجلس إدارة مركز الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. ضيفي العزيز، القيمة العلمية الكبير والاسم الكبير، أستاذنا الأستاذ الدكتور هشام الشاعر، أهلا بيك. أهلا دكتور أيمن. مرض بألف وش، صح؟ مرض ما تعرفلوش إذا كان هيبقى هادي وقاعد كده مستكين، صحيح، ولا ينقلب هبل وهيعمل مشاكل كبيرة، صح؟ مرض مريض بيدخل الأول تقول له كلمتين وتهديه، والمريض التاني تقول له الموضوع عنيف وبتاع، والاثنين قرايب والاثنين عندهم نفس المرض، هو بطانة الرحم المهاجرة. ده حقيقي فعلا، ده حقيقي فعلا زي ما حضرتك قلت عليه كده دكتور أيمن، اللي هو مرض المتعدد الوجوه ومتعدد الأشكال والصور والأماكن وكل حاجة. وأنا يعني المصطلح أنا دايما بسميه لما أجي أشرحه للطلبة، المرض ده لما نيجي يلا يا جماعة النهاردة نتكلم عن إندومتريوزس أو بطانة الرحم المهاجرة، بين قوسين عفريت العلبة. ما هو المرأة أيوه بين قوسين عفريت العلبة دي تعبير طبعا شعبي، يعني يطلع في أي حتة، في اي حته وفي اي مكان، ليه علاقه بالجهاز التناسلي للمراه، ليه علاقه بالحوض، وده اللي احنا بس عاوزين نوجه الضوء عليه ونسلط الضوء عليه في حلقتنا النهارده. تعالى بقى نبتدي مع بعض. نبدا مع بعض في المرض ذو الالف وجه، ولكن سنبدا بثلاث وجوه لهذا المرض نشرحه من خلالها الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ مرض بطانة الرحم المهاجرة كان في الماضي على أيامنا إحنا ما كنا طلبة من 20 سنة، صح، يذكر في ورقتين ثلاثة والطلبة ما بيذاكروش ونادرا ما بيجي في الامتحانات. تمام. زاد وبقى بيجي في كل امتحان، واللي بيتسأل فيه وما تجاوبش بيسقطوه. تمام. أو بتسقطوه يعني. تمام. أبيض بقى منتشر قوي المرض ده حقيقي. أبيض أسود أم رمادي؟ أبيض. يا نهار أبيض. أبيض. وفعلا زي ما حضرتك بتقول، إحنا فعلا لما كنا إحنا طلبة كنا فعلا بنذاكروا صفحتين في المنهج كله. هل المرض ابتدى ينتشر ولا وسائل تشخيصه هي اللي انتشرت؟ ده برضو بيلعب دور مهم جدا. بس الحقيقه المؤكده ايا كان هو ابتدى ينتشر، ما كانش موجود قبل كده واصبح موجود، او كان موجود وما كانش بيتشخص، بس الحقيقه المؤكده ان هو منتشر. عشان كده هذه المعلومه ابيض هو انتشر بزياده بس. تمام. ولا انتوا اللي بقيتوا شاطرين في تشخيصه بزياده؟ زي ما قلت لحضرتك، هو وسائل التشخيص اللي هي بقت احسن وافضل مكنتنا ان احنا نلتقط الورم في بداياته، عشان كده احنا بنشوف حالات كتير حالات كتير عندها بطانة رحم مهاجره دلوقتي. مرض بطانة الرحم المهاجره ليس له علاقه بالمبيض. يا نهار ابيض، عارف يعني ده عارف اسود، ده اسود. انا عارف الكلمه ديت. بص انا وانا بسال السؤال عارف اللي هو ايه، مكسوف، حسيت ان انا مش وقعت في حاجه سودة حقيقي. بلاك بلاك. بطانة الرحم يعني حاجه بتبطن مين؟ الرحم. دي بتقع كل شهر مع الدوره، لو خرجت من الرحم عن طريق الانابيب مثلا او عن طريق الشعيرات الدمويه مثلا وراحت حوالين الرحم يبقى اسمها بطانة الرحم المهاجره. خرجت من الرحم، راحت حوالين الرحم، حوالين اماكن شايفينها مع بعض في الصوره ديت، ده قطاع، مقطع فيه
واحده واقفه بالجنب في الحوض بتاع منطقه الحوض، المنطقه اللي فيها الرحم، وشها باصص على شمال الشاشه. ايوه بالظبط كده، وشها على شمال الشاشه وظهرها على يمين الشاشه. وشايفين الرحم في النص والمثانه قدام ووراها المستقيم، وشايفين دواير حمراء. دي مش زراير يا جماعه، دي مش زراير واحده بلعاها في بطنها، لا دي نقط للاماكن اللي فيها بطانه الرحم المهاجر. تمام، النقط الشهير الايه؟ الشهيرة، النقط الشهيرة. اه مش في نقط ممكن تيجي فيها مش موجودة في الصورة دي. اه صح صح، كلام حضرتك مظبوط. هو فعلا في حاجة اسمها كومن سايتس وفي حاجة اسمها رير سايتس، يعني اماكن شهيرة واماكن لا. فدي النقط الشهيرة اللي ممكن تيجي فيها بطانة الرحم المهاجر. نقط مختلفة، واحدة فيهم فيها المبيض، مش لازم اقول لكم هي مكانها فين بالظبط، بس واحد منهم هو المبيض. يبقى المبيض هو احد اهم الاماكن اللي هي بتستقبل بطانة الرحم المهاجرة ديت. السؤال بقى دكتور ايمن، هو هل بطانة رحم المهاجر لو خرجت من الرحم وصلت للمبيض هتؤثر عليه؟ هتؤثر عليه، هتكوي في المبيض ده. ليه تكوي؟ ليه؟ كأنها بالظبط ورم، هي مش ورم بس كأنها ورم طالع في مكان معين في الجسم وعمال ياكل في هذا العضو. هل تؤثر في المبيض بطانة رحم المهاجرة؟ اه، يعني هي بتطلع فيها وبتأثر في المبيض كمان، تأثر بحاجتين، بتاكل في المبيض يعني عدد البويضات عندك ماله هيقل، عدد البويضات في السيدة ديت هيقل، ودي مشكلة. مخزون المبيض عند الست دي هيقل وهتبقى مشكلة كبيرة. رقم اتنين، نوعية البويضات كمان بتبقى ضعيفة، يعني اللي مش هيعدي من دي أو اللي هيعدي من دي مش هيعدي من دي. هل بطانة الرحم المهاجرة أو بطانة الرحم المهاجرة يقال إنها أحد الأمراض التي تستتر او بمعنى اصح تغلف نفسها دائما بغلاف اسمه بلا اعراض؟ انا مرض احيانا يكون بلا اعراض زي القنبله الموقوت، ابيض اسود ام نمط. عشان كلمه احيانا، فعشان كده الجمله دي ابيض. عشان كلمه احيانا، احيانا بطانه الرحم المهاجره ما لهاش اعراض، وياما ياما ياما يا دكتور ايمن بالصدفه اكتشفنا بطانه الرحم المهاجره لحالات ما عندهاش اي اعراض لبطانه الرحم المهاجر. فعشان كده المرض ده زي ما حضرتك قلت متعدد الاوجه، هذه احد صور تعدد الاوجه بتاعته، ان الاعراض بتاعته ممكن تبقى اعراض عنيفه والام فظيعه ووجع فظيع. افتكرت وجع فظيع كده، اقول لك حاجه عن حد من حالاتي، يعني وجع فظيع جدا جدا جدا، وممكن واحده ست تانية ما عندهاش اي اعراض خالص خالص، ولا تشتكي من اي حاجه ولا حاسه باي حاجه، ونخرج من حاجه اسمها منظار عمنهله، على فكره مدام فلانه انت عندك بطانه رحم مهاجره. الحاله ديت كان عندها الام فظيعه جدا جدا، تمام، واختها كان عندها بطانه رحم مهاجره بس اختها ما بتشتكيش من اي حاجه، هما الاثنين اختين وهما الاثنين مصابات بنفس المرض، واحده بتتالم وتتعذب والثانيه مش حاسه باي حاجه. فاقصد يا دكتور امل ان اعراض بطانه رحم مهاجره دي مختلفه جدا جدا جدا، واحيانا كتير فعلا، فاهم، في حالات مالهاش اي اعراض. معنى كده انها سبب من اسباب الانفرتيليتي، يعني سبب من اسباب عدم الانجاب. طبعا استغلت ام لم تستغل بطانه رحم المهاجره؟ وسيء التعامل معها. زي بالظبط زي ما بيقولوا طلعت موضه، انت عارف موضه الدولار دلوقتي غلت حاجات كتيره قوي. فبطانه رحم المهاجره برضو استغلوها نفس الاستغلال، استغلال ازمه الدولار. بس هنقول ده في المتهم والجاني والبريء. اوكي، المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ من يقوم بتشخيص بطانه الرحم المهاجره من خلال السونار؟ يعني هو هيعمل سونار ويروح قايل يا مدام انت عندك بطانه، مش عارف انا بقى الاول من الفقره دي عشان بتزعل الناس مننا دي. فممكن ناخدها بالمنظور تاني ولا برضه ناخدها بنفس المنظور؟ يعني براحتك خالص. لا، متهم مش جاني. بص يا ترايم، دلوقتي احنا لسه قايلين بطانه الرحم المهاجره دي بتروح اماكن كتير، راحت المبيض والدم اتجمع وعمل كيس الشوكولاته، كيس الشوكولاته، الدم اللي هو السايح اللي بقاله كتير عامل زي الشوكولاته السايحه ده. ده بيبان بالسونار. ده منظر لا يختلف عليه اثنين. بيبان بالسونار. الناس اللي بتحب الشوكولاته السايحه بتلومنا جدا في الموضوع. طبعا. احنا يعني ما يزعلوش يعني، بس هي اسمه الشوكليت سيست، هو بالظبط طبيا اسمه كده. بالظبط. منظر لا يختلف عليه اثنين. اول منظر اللي احنا شايفينه الصوره اللي قدامنا، طبعا الناس قاعده مش فاهمه ايه اللي الصوره اللي قدامنا ديت. اي حاجه سواد كده تعرف اللي فيها ميه. بس هو مش السواد ده، السواد اللي هو رمادي كده. يعني هيسموها جراوند جلاس ابييرنس، يعني الازاز المزغبش المزغبش ده، المناغبش ده. تمام.
هو المنظر ده اللي هو المدور ده، ده منظر لا يختلف عليه اثنين، ده شكل كيس الشوكولاتي بتاع بطانة الرحم المهاجرة. الدكتور اللي يشوف المنظر ده بالسونار ويوري المريضة بتاعته، بصي اهو ادي المنظر الكيس اللي عندك اللي هو الكيس الشوكولاتي ده، خلصت، ده فعلا فعلا عندها بطانة رحم مهاجرة. تمام. لكن الدكتور اللي يعمل لك سونار ويوريك المبايض، ادي المبيض اليمين وادي المبيض الشمال، والمبيضين كويسين طبيعيين ما فيهمش المنظر اللي احنا شفناه ده، ويطلع من السونار يقول لها انت عندك بطانة رحم مهاجرة، يبقى ده اي كلام في اي كلام. هنقول يا جماعة السونار بيشوف مظهر واحد فقط لا غير من مظاهر بطانة الرحم المهاجرة. لما تعمل، لما تعمل، لما تروح المبيض وتعمل كيس شوكولاتة. يعني مش بس تروح المبيض، احنا هنتفرج مع بعض دلوقتي، بس دلوقتي حالا يعني كمان شوية، على فيديو نشوف بطانة الرحم المهاجرة على المبيض، مش جوه المبيض وعامل كيس شوكولاتي ده. ده حتى لو كانت موجوده على المبيض من بره بقعه دمويه كده ما بتبانش بالسونار، يبقى السونار ما بيشوفش البقع الدمويه الزراير الحمراء اللي احنا شفناها في اول الصوره دي. السونار ما بيشوفهاش، السونار ما بيشوفش الا لما بطانه الرحم المهاجره تخترق وتبقى جوه المبيض وتعمل كيس شوكولاتي، غير كده انسى ان السونار يشوف بطانه الرحم المهاجره. ممكن يشوف مظهر تاني، حاجه اسمها الادينوميوزس او التجدد الرحمي، لكن مش ده مجال حديث النهارده. احنا بنتكلم عن مرض اسمه بطانه الرحم المهاجره خارج الرحم، ملهاش علاقه بالرحم خالص. يبقى الجمله، يبقى من يقول ان انا عملت سونار وبقى عندي بطانه رحم مهاجره، وريني يا عم كيس شوكولاته، وريني كيس شوكولاته اللي بتقول عليه. هنذهب ليه بقى الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ معلش الوقت بقى خدنا في الثانية دي، يعني عايزين دي يعني ايه، هتبقى سريعة شوية ان شاء الله. منظار البطن هو حجر الاساس وعمود الخيمة في تشخيص بطانة الرحم المهاجرة. ده يعني ده يقين 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 يقين. خلاص انا بجهز من فقرة خلاص يا باشا. يقين لاقصى درجة، هو ده اللي اسمها فعلا بالانجليزي كده. انا بعد كده بجيب لك يعني مثلا اقول الفقرة دي اسمها ايه. لا 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 مش فقرة دي، لا 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 هعمل لك حاجات افكتات كده لما تقول يقين، بس بقى حاجات طالعة في وخور 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 كده. ربنا يكرمنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. العمود الفقري اللي هو الباك بون، باك بون العمود الفقري في تشخيص بطانه الرحم المهاجره هو المنظار. فاكر السونار اللي بيشوف الكيس الشوكولاتي بس ما بيشوفش الحاجات الباقيه؟ الحاجات الباقيه بصورها يشوفها المنظار. منظار البطن خرم صغير من السره، عدسه بتكبر 30 40 مره، النقطه بشوفها بحر. وياما ستات ما عندهمش اي مشكله اكتشفنا بالصدفه ان عندهم بطانه رحم مهاجره، وهي اللي مأخره الحمل وهي اللي بوظت الحقن المجهري، واكتشفناها بالصدفه عن طريق المنظار. تعال نشوف يا دكتور ايمن لصور او لفيديوهات، فيديوهات واحده عندها نقط فيها بطانه رحم مهاجره ما بتبانش بالسونار، دي ما بتبانش الا بالمنظار. نقط البقع الدمويه الزراير الحمراء اللي كانت في اول الصوره في اول الحلقه. المنظار دخل ولقط الحاجات ديت زي ما احنا شايفين اهو، بطانه رحم مهاجره خلف الرحم، شايفين نقطه بني بنوصل لها. ايوه النقط البني ديت اللي ظهرت. مرض المزانق ده. طبعا المزانق حب قوي المزنق، هو جاي زانق نفسه ما بين الرحم ومش عارف ايه بالظبط. ريتروس حاجه كده غريب. الاربطه في الرحم، في الاربطه اللي هي حوالين الرحم، البق اللي هو الدايرتين السود دول المكانين الغامقين بنكويهم واحده واحده، ولا تتخيل تاثير الاجراء اللي احنا بنعمله ده قد ايه. وياما ستات كتير جدا حملوا بعد اداء هذا المنظار واكتشفنا فيهم بطانه رحم مهاجره، وعملنا الاجراء دوت واستنينا عليهم ان هم يحملوا وحملوا وما اضطروش ان هم يعملوا الحقن المجهري. ده مثلا مظهر من مظاهر بطانه رحم مهاجره، البقع الدمويه ديت الاربطه اللي خلف الرحم. تمام. بنتعقب المنطقه اللي حوالين الرحم، الاماكن اللي ممكن نروح ليها بطانه الرحم المهاجره منطقه منطقه لحد ما نوصل فيها الاماكن اللي فيها بطانه الرحم المهاجره و بكويها. طيب اللي احنا نشوفه دلوقتي ده مبيض، بص دكتور ايمن مبيض عليه نقطتين دول. ايه ده بطانه الرحم المهاجره على الرحم مش جوه الرحم. بطانه الرحم المهاجره مش عامله كيس شوكولاتي ولا حاجه، بس على المبيض. على المبيض، انا اسف، على المبيض.
بس اول ما جربتها برضو خرجت منها الماده دي. تمام، دي عمرها ما تبان بالسونار، النقطتين الصغيرين دول عمرها ما تبان بالسونار، المنظار بس ايه، وتعمل مشاكل النقطتين، وتعمل مشاكل وتعمل مشاكل وتعمل الام وتعمل تاخر حمل وتعمل مشاكل. ما انا دايما قلت حاجه يا دكتور ايمن، وجود النقطتين دول بيستفزوا الجهاز المناعي ان هم ياكلوا اي حاجه غريبه تخش جسم الست دي زي الاجنه. تمام، طيب السؤال الثاني بقى هو نفس السؤال بس حط كلمه مختلفه. تمام، منظار البطن هو اساس العلاج لبطانه الرحم المهاجره، وهم ولا شك ولا يقين؟ يقين يقين. اصح الست بعد ما عملت لها تشخيص مثلا وروحها ورجعها تعمل ثاني في العلاج؟ اه، وللاسف لحد دلوقتي في هو الباكج بتاع المستشفى. لا ما انت فكرتني، باكج المستشفى منظار تشخيصي ومنظار علاجي، وفي حاجه اسمها كده يعني الدكتور دخل شخص ما دفعتيش الباكج بتاع العلاجي، اصحي وبقيت تخش تعالي ادفعي باكج العلاجي، وساعتها نبقى انا عندي موت في الفضايح. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. انت خش شخص وعالج في نفس اللحظه. مفيش حاجه اسمها فتح بطن في استئصال اكياس شوكولاته احنا نقول عليها، وشايفين الفيديو اهو، شايفين المبيض لوحده متشاورين عليه على اليمين والكيس على الشمال، وهو بنستخلص الكيس من المبيض، بنقشر حاجه من حاجه. دي حاله لايف، حاله من الحالات عندنا في المركز. الحاله ديت خرجت بعد المنظار بساعه في بيتها، بتاكل وبتشرب، ما عندهاش اي مشكله، رجعت لشغلها بعد 3 ايام، خدت علاجها بعد العمليه بثلاث شهور، في خلال 6 شهور بعد المنظار كانت حامل دون ان تلجا الى اجراء الحقن المكاري. كل حالات بطانه الرحم المهاجره علاجها عن طريق الحقن المكاري، وهم ولا شك ولا يقين؟ كل حالات تاني، كل تمام. حالات تمام بطانه الرحم المهاجره علاج علاجها عن طريق الحقن المكاري؟ لا شك طبعا، شك. الفيديو الجميل احنا كنا لسه شايفينه ده، واحده ست عندها بطانه رحم مهاجره كيش خلاط لدرجه ثانيه داخل على الثالثه، عملت المنظار، خدت علاج تثبيطي بعد المنظار ثلاث شهور، واستنينا ست شهور حملت فيهم. ليه احرم الست انها تحمل عادي من غير حقن مجهري وهي عندها الفرصه ديت؟ فعشان كده احنا بنقول الجمله دي شك. لا، مش كل الناس اللي عندهم بطانه رحم مهاجره بيضطروا يعملوا حقن مجهري. اللي بيقيم الموقف صح هو المنظار، يشخص ويعالج، يشخص الدرجه اللي عليها بطانه رحم مهاجره، وعلى اساس درجه بطانه رحم مهاجره اللي عندها احنا بنحدد هي هتمشي ازاي. انا استمتعت بهذا الحوار، الله يخليك، جدا صراحة. جدا جدا، يعني من الحلقات التي استمتعت بيها، والحقيقه فتحنا الكثير من الجروح ونبشنا في كثير من يعني زي ما بيقولوا العشش. تمام. او العشاش المستخبيه. تمام، ان شاء الله نفتح تاني العشش تاني، نفتح عشش جديد، نفتح عشش. لا انا بموت اساسا ان انا لمبش العشش. عشش، العشش دي فيها كوارث، العشش بيعشش فيها افكار وتصرفات وبيهيفيرز بيفتكروها ناس فهلوه. الفهلوه بوظت حاجات كتيره قوي في حياتنا، والفهلوه ضيعت حاجات كتيره قوي حلوه في حياتنا، وما بقاش حد سعيد بسبب الفهلوه. لا اللي فهلاوي نفسه بقى سعيد، ولا اللي بيتفلهو عليه اللي هو بيتم الفهلاوه عليه اكيد سعيد، وكله بيرد لبعض فهلاوته. فالنهارده انت بتتفهلهو او بتبقى فهلاوي على مريض، المريض بطريقه ما اكيد هياخد حقه منك بشكل او باخر، والنهارده بتبدا انت تبتكر اسلوب معين، الابتكار ده هيجي على دماغك لانك هتخسر حاجات كتيره قوي، هتلاقي نفسك في الاخر خسرت حاجه اسمها سكسيسيف ريت او مستوى نجاح، وده شيء مهم جدا جدا. خليكم دايما معانا يا سحر. ان الجيل القديم معانا وتعب ببقى يعني طواق ان هو يشوف اي حاجه تريحه، يبقى الاساس عندي ايه؟ الطبيب. الطبيب رقم واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، الجهاز هو امتداد للطبيب. ما اقدرش اقول لك ان انت كده رمادي، لا حضرتك غلطان، اللي عمل كده غلطان. حضرتك بتتكلم اللي عمل انا ماليش دعوه بسعادتك يا فندم، مش انا راجل بشري. بمعدل قد ايه بتشوف حد تبقى عارف ان هو عامل تجميل؟ كتير جدا. النهارده عايزك توصف لي تفاصيل هذا الكفاح المسلح. لا انا طبيب في الاساس، طبيب مهمته يعالج. ناس كمان ثقافتها في الاسنان، لا احنا قدامنا سنين. اي وصفه بعيد عن طبيب الاسنان في
في الآخر مصيرها تدمير الأسنان. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، تخصص في مجال تجميل الأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك، أحد مطوري حشوات الأسنان التجميلية. من الصعب جدا على أي إنسان أنه يتخذ قرار الذهاب إلى طبيب أسنان، بس المحرك الأساسي اللي يخلي أي حد يروح في أي وقت لدكتور سنان غصب عنه أو كما يقولون يعني مضطر أخاك لبطل، هو الألم. الألم هو الحافز الأول والمحرك الأول الذي يحرك أي كسول أو متواني أو متجاهل لمشاكل أسنان. وربما أيضا يكون الألم هو الباب الذي يطل من خلاله كل مشاكل الأسنان برؤوسها القبيحة. حوار أعتقد أنه سيكون مثير للغاية مع ضيفي العزيز الأستاذ دكتور نور الدين مصطفى. أهلا بك. أهلا بك دكتور نور. مستعد لهذا الحوار المثير؟ إن شاء الله. عنوانه لا ألم. لا ألم إن شاء الله. لا ألم. إذن نبدأ مع بعض بأولى فقرتنا. أبيض أسود أم رمادي؟ السؤال الأول سؤال أعتقد أنه غريب نسبيا، يعني سؤال فيه غرابة شوية. هل هناك مريض الآن يذهب أو يبحث عن الأجهزة أكثر من بحثه عن مهارة الطبيب؟ هل ده مريض موجود؟ وإذا كان المريض ده موجود وبيذهب إلى الأجهزة والتكنولوجيا، هل ده شيء محمود أم غير محمود؟ ده سؤال كده بقى مركب. وفي النهاية هل بحثه عن تكنولوجيا أكثر من بحثه عن طبيب، هل ده طريق أبيض أم أسود أم رمادي؟ لا، البحث عن طريق الأجهزة فقط دون الطبيب طبعا أسود. أسود طبعا. حتى مش رمادي؟ لا، هقول حاجة على حاجة. دلوقتي مثلا احنا هنتكلم على سي علاج العصب، تمام؟ علاج العصب بيتعمل بقاله سنين مع ناس الشطرة فيه قوي، بتعمل بنسب نجاح عالية قوي، تمام؟ الأجهزة زي ما اتفقنا بتعمل لي أول حاجة وقت أقل، فتعب أقل، أكريسي أكتر، فنتائج أعلى، بنرفع نسب النجاح من 90 لـ95 لـ99، يعني بنرفع نسب النجاح بتاعتنا. لكن في الأساس حضرتك كدكتور لو ما بتعرفش تستخدم الأجهزة، يبقى الأجهزة لا معنى لها. يبقى الأساس عندي إيه؟ الطبيب رقم واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. الجهاز هو امتداد للطبيب، الجهاز نفسه اللي فكر فيه الطبيب لأنه محتاجه. ففي الآخر الطبيب لو مش بيعرف يشتغل على الجهاز ده كويس أو ما تمرنش عليه كويس خلاص، أو مش دارس الـ 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 القسم أو التخصص اللي بيشتغل بيه الجهاز أصلا، مش هيستفيد بيه في حاجة. وهو موجود حالات كتير جدا فعلا بتدور على الجهاز، تقدر تقولك بس المركز ده فيه أجهزة كتير. هي ماشي الأجهزة طبعا الحمد لله احنا أول ناس جبنا كل الأجهزة، بس قبل ما تجيب الجهاز نمي الطبيب عندك اللي هيشتغل على الجهاز. والأهم جهاز زي السيرك من غير دكتور محترف بيشتغل عليه ما يسويش البلاستيك اللي فيه، لانه ما بيعملش حاجه. الجهاز في الاخر لازم بيصور بطريقه معينه وبتعمل عليه ديزاين بطريقه معينه، لازم تكون دارس. لو ما بتعرفش تستخدمه مش اي لازمه. كل جهاز الكون بيم جهاز عظيم جدا، لو ما بتعرفش تقرا ال 3 دي مش تفهم حاجه. هو 3 دي ده مش حاجه سهله انت تمسك تطلع منه كل الريبورتس وتطلع منه كل المشاكل. لا، الطبيب هو اللي بيطلع الحاجه، طلع الحاجات، والطبيب هو اللي بيشتغل بالجهاز، هو اللي بيطوعه في ايده. لكن الجهاز مش هو الاساس. يعني يبقى سؤالي برضو، هل في نوعيه دي من المرضى موجود؟ طبعا، ما انا بقول لك ده موجود. ده جيل قديم ولا جيل حديث؟ يعني ده شباب ولا كبار؟ لا، ده جيل انا شايف اكتر منه الجيل القديم. الجيل القديم هم اقول لك ليه؟ لان الجيل القديم معانا وتعب. اكتر ناس تعبت في سنين حياتها اللي فاتت دي، اللي هم الناس اللي اتعالجت في السبعينات والثمانينات، اللي هم الناس دي ما كانش في تكنولوجي كتير وتعبوا كتير، فبقى يعني طواق ان هو يشوف اي حاجه تريحه. فمن حقك
من حقك طبعا، وده موجود، ما الجهاز موجود على فكره. انا عايزينك بس ايه، وانت بتختار الجهاز اختار معاه الدكتور، اختار قبله الدكتور، يعني اختار الاثنين سوا، تخش الجهاز بس. برضو السؤال اللي جاي، هل يوجد نوعيه دي من المرضى؟ ده سؤال، واللي هقوله ده هل ده ابيض او اسود او رمادي؟ تمام. اشتراك مريض في الخطه العلاجيه، تمام. يعني المريض يحط مناخيره في الخطه العلاجيه، يقول مثلا للدكتور لا انا عايز اعمل كذا قبل كذا، او اعمل لي كذا وبلاش كذا. هل ده مريض موجود اولا او لا؟ اعتقد انه موجود، موجود كتير طبعا. مش قليلين طبعا. بس هل الطريقه دي، هل تدخل المريض طبعا ابيض او اسود او رمادي؟ انا استبعد الابيض، بس انا بالنسبه لي اسود. التدخل اسود التدخل، لكن اشراكه في الخطه العلاجيه ده ابيض. اشراكه يعني ايه؟ اشراكه مش انا باخد رايه، اشراكه ان انا بفهمه. التفهيم هنا له دورين. الدور الاول ان هو يبدا يستوعب ليه احنا هنعمل الخطوه الفلانيه قبل الخطوه الفلانيه، ده مهم قوي. الحاجه الثانيه ده اديوكيشن، انت دورك كدكتور انك برضو تعلم الحاله. حالك انا ما ينفعش مثلا اعمل لك الكراون قبل علاج العصب علشان خاطر دي ترتيب معين، ما ينفعش اعمل لك تجميل وانت عندك التهاب في اللثه، لان بعد كده اللثه هتعمل مشاكل فتبوظ لك التركيبات. هنا انت بتشركه في الخطه العلاجيه، مش بتخليه يشترك معك. في فرق ما بين اشراكه يعني تعلمه وتعرفه، تقول له والله احنا هنعمل كذا قبل كذا، وهنا الدواعي الطبيه بتقول لا انا لازم اعمل علاج اللثه الاول، لا لازم اعمل علاج العصب الاول، لا هنا ممكن اعمل تقويم الاول، هنا يبقى فاهم الخطه العلاجيه ازاي. في نفس الوقت اشراكه في الخطه العلاجيه ده تعليم لي، لانه ممكن يبقى بعد كده هو لما اروح لدكتور تاني يقول له كده، مجرد ان هو بقى فاهم هيبقى مريح للتعامل مع الطبيب الاخر. طب هذهب يعني واضح بقى انك انت اللون الرمادي ما بتحبوش، يعني باين كده جدا، حتى في انا ما شفتلكش ابدا جرافاتنا رمادي. يعني فالرمادي عندك في طب الاسنان مش موجود لغايه دلوقتي، حتى في الحلقات اللي فاتت كلها الابيض يا اسود. يعني ساعات الرمادي بنستخدمه مع العيان اكتر، لان هو بيبقى سنه مصدوم او ما عندوش معلومات. لكن انت طبيب عندك معلومات وعندك يعني في حلقات كانت سودة خالص، حلقات بيضة خالص بالظبط. حتى لما حسب السؤال على فكره، ما هو السؤال لو اتسال بالعكس هيبقى اسود. يعني لو اتصاغ السؤال يعني اقصد اقول انت محدد، يعني الرمادي في مجال طب الاسنان مساحته ضئيله جدا. الطب البشري الرمادي لون موجود وقوي. احنا عندنا يعني فكره الابيض او الاسود هتحسها حتى في فكره ان احنا ليه بنعمل فريق بنسميه منتخب العالم لطب الاسنان. ليه؟ لانه مختار بدقه جدا، بيقعدوا مع بعض يتناقشوا في الحاله، هنعمل كذا وهنعمل كذا. ده مش معناه ان نسبه النجاح 100%، مفيش حاجه في العالم نسبه نجاحها 100%، بس في حاجه ان انت عملت اللي عليك 100%، ده المهم. انك تعمل اللي عليك 100%. وصلني ان انت عملت البروتوكول بتاعك 100%، الباقي بقى بتاع ربنا، او حاجات مشاكل حصلت العين تسبب فيها. لكن ما تجيش تقول لي مشكله انا شايف انها مش دياجنوزس، خلاص دي غلط عندك، يعني دي مشكله عندك. بتشتغل كل حاجه دي مشكله عندك، بتشتغل من غير ما بتعمل زراعه من غير كومبين ده مشكله عندك، يعني دي مشاكل انت بتقترفها. مش ما اقدرش اقول لك ان انت كده رمادي، لا حضرتك غلطان، اللي عمل كده غلطان. حضرتك بتكلم اللي عمل كده، انا ماليش دعوه بسعادتك يا فندم، مش انا راجل بشري. طيب هنذهب الى فقره يعني فقره الشبه قانونيه، او فقره فيها جو قانوني. تمام. فقره مثيره، وهي طبعا ما بين الاتهام والجنايه والبراءه. اعتقد برضو انت محدد فيها قوي، وان كان دي بالذات يمكن ساعات بتحط الانسان تحت طائله الاتهام. نذهب الى الفقره الثانيه. جاني متهم ام بريء؟ دي غير الالوان، يعني الالوان انت محدد الى حد كبير. هنا الطبيب الذي يقوم بعلاج عصب بدون تنظيف لقنوات العصب، انا ما اعرفش مين اللي هيمسكه بهذا الجرم، مين اللي هيعرف انه ما عملش كده؟ بس هتعرف ولا مش هتعرف؟ هتعرف. انا هعرف. هل ده متهم ام جاني بريء؟ طبعا جاني. طبعا جاني. في حاجه اساسا فكره علاج العصب مبنيه على التنظيف الكامل لقنوات العصب. تعرف منين؟ مثلا كيس جايه اتصورت كومبيم وسايب كنال كامله. يعني مثلا احنا عندنا ودي حاجه بقى موجوده جدا،
كل الناس معظم الدكاتره تعتقد ما عدا طبعا الاخصائيين في علاج العصب واللي شغال على العصب كتير يعتقدوا ان الاسنان الاماميه السفليه معظم يعني انها قناه واحده. على فكره حالات كتير قوي بيبقى فيها قناتين، هو لقى قناه فاشتغل فيها وخلص خلاص. احيانا بيبقى كتير بيبقى فيها قناتين، السنان هو متخيل ان السنان عشان صغيره ورفيعه فهي خلاص فيها قناه واحده. لا، الاسنان الاماميه السفليه احيانا كتير جدا بيبقى فيها قناتين. مين اللي كان يحميني انه من هذا المنطق؟ يحميك ايه؟ يحميك يعني مين التكنولوجيا اللي ممكن تحميه من الغلطه دي؟ 3D. بتبص انت شايف قناتين قدامك وشايفهم هم كمان قناتين فاتحين مع بعض من الاول وقافلين لتحت، ولا هم اتنين في واحد. يعني انت قدامك خريطه شايفها بعين حياتك، الكون بيم الاشعه ثلاثيه الابعاد خلاص خليتك بتشوف، ما بقتش تستميت شيء، ما فيش حاجه انت بتتخيلها، حاجه انت شايف قنوات فبتشتغل عليها. تاني حاجه بيكون فاهم كونسبت علاج العصب ايه. علاج العصب هو ازاله كل الانسجه الحيه او الميته في القناه بالكامل، وبعد كده تطهير القناه، وبعد كده بتطهر ببروتوكول معين الريجيشن يعني بغسول معين، وبعد كده بنقفلها بالحشوات اللي هي ايه ثلاثيه الابعاد، حشو علاج العصب ثلاثي الابعاد اللي هو الانجكشن. تمام كده انت عملت سيل، يعني انت ازلت كل النسيج، طهرت القناه، وتطهير القناه ده مهم جدا جدا. يعني مش ازاله النسيج بس كويس، حضرتك وانت بتشيل النسيج انت بتدخل بكتيريا جوه الكنال وبتدخل بكتيريا تحت الكنال. لا، بعد ما بتزيل وتتاكد من ازاله قنوات الانسجه في قنوات علاج العصب بالكامل انت بتطهرها، وبنطهرها هنا عندنا البروتوكول العادي وبنستعين معاه احيانا بالليزر وده موجود معانا. تمام، وبعديها السيل. السيل يعني انت ما بتديش فرصه بقى ان يبقى فيه فويدز او تسيب اي حاجات بكتيريا تعيش فيها، ما هو البكتيريا بتعيش في اماكن. انت حك لما بتقفل قنوات العصب بالكامل مش هتلاقي البكتيريا مكان تعيش فيه، هتعيش فين؟ مش لاقي مكان تعيش فيه. فانت بقى يبقى انت كده عملت علاج عصب ناجح. ما بتعملش البروتوكول ده يبقى انت حك بتعمل علاج عصب اصلا غلط. فلما بيعملش كده جاني. اوكي هنسحب. اذا برضو كنت حاكم بالجنايه على كل اسئلتك. كل اسئلتك. الفقره الثالثه، وشك ام يقين. السؤال الجاي مهم جدا. عندما يتحدث البعض عن الاشعه المقطعيه وعلاجها وعلاقتها بعلاج الجذور، تمام، ويقول انه لا مش لازم يتعمل اشعه مقطعيه قبل علاج الجذور، ليه يعني؟ هل هذا الحوار او هذه الجمله شك او وهم او يقين؟ لا وهم طبعا. وهم؟ طبعا. خلاص هيك عندك، بقول لك عندك الجهاز اللي هيوريك عندك كام كانيل، انت عشت طول عمرك بتشتغل في درس فيه مثلا خمسه كانال بتقفل لي منهم ثلاثه ومتخيل ان انت كده شاطر. تمام؟ ويجي بعد كده الكيست تبوظ ومفاجأة ان في قنوات ما اتعملتش، ما هيك عندك الـ 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 الصوره اللي هتوريك في كام كانال بتستغنى عنها ليه؟ يعني ايه الفكره؟ ما ربنا اداك حاجه يعني تساعدك استعملها على طول طبعا. فلا لازم يعني مهمه جدا 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 جدا. كان حوارنا واضح فعلا فيه ان انت ما عندكش الطريق الثالث، ما فيش البديل الثالث، يعني هو لا ابيض لا اسود، لا وهم يا يقين، لا جاني لا بريء. طيب. المتهم عندك غير موجود والرمادي لا تحبذه. واضح كمان ان الشكوك عندكم في طب الاسنان ما بقاش ليها مكان، قليله، فما بقاش قليله، ده انا ما فيش ولا شك تقريبا تقريبا. لكن اعتقد في اللقاءات القادمه سيكون الكثير جدا من الاطروحات موجوده في هذه الحوارات المثيره للغايه. نورتنا، شرفت بيك يا دكتور. وكالعاده طب الاسنان مثير جدا، ويبدو ان التكنولوجيا رغم قوتها ورغم صعودها المذهل في الفتره الماضيه الى انه أثارت جدا، رغم أن مستخدمي التكنولوجيا هم نفسهم الذين تحمسوا لها جدا، لأنهم الآن هم نفسهم الذين يقولون أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد مهارة الطبيب. ولكن وعندما يقولون ذلك يدافعون عنها باستماتة واضحة، استماتة الفاهم لدورها ولقيمتها ولإجادتها ولعلو نسب النجاح المرتبطة بها، ولكن أيضا الفاهم جدا، لأنه كل ده بدون مهارة طبيب يساوي السيارة الفراري بدون قائد ماهر. خليكم دايما معنا سهر.
الاطباء ليهم خمسة عين، عارفين الكلام ده؟ كان زمان قوي يقول لك ايه، الطبيب بيدخل كليه الطب عشان يطلع دكتور ويبقى عنده خمسة عين، عروسه وعربيه وعياده